الدولار يحطم رقماً قياسياً، حكم عسكري آت لا محالة، تورط أحد السياسيين في فضيحة مع رئيس دولة، حشود من قوى عسكرية أجنبية بشواطئ دولة عربية، شخصية سياسية للواجهة وإزاحة شخصية برئاسة الحكومة. متابعينا الأعزاء في قناة الأبيض تي في وأهم وأخطر حلقة من حلقات التوقعات. النهاردة معانا توقعات الفلكية اللبنانية وداد جابر وآخر وأحدث توقعاتها لدولة لبنان. وقبل ما نبدأ حلقتنا ياريت تروح تعمل لايك للفيديو، ولو أنت جديد معانا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك إشعارات بفيديوهاتنا أول بأول، وياريت تعمل شير للفيديو عشان يوصل لكل المهتمين بالتوقعات. وداد جابر كشفت عن مجموعة جديدة من توقعاتها عن لبنان للنص الثاني من عام 2021، وحبدأ معاكم توقعاتها بالنسبة لدولة لبنان. تتوقع وداد جابر ان الدولار هيتخطى 20,000 ليرة وهبوطه خلال الأشهر القادمة ما بين 7,000 و8,000 ليرة، تشكيل الحكومة في الشهر العاشر برئاسة سعد الحريري بعد تكاتف 3 أحزاب، اغتيال شخصية بارزة في الدولة، انتعاش الوضع الاقتصادي في الشهر 11، بهاء الحريري إلى الواجهة ولن يبقى لدى سعد الحريري استمرارية للعائلة الحريرية. إخلاء سبيل داود فياض المتهم بقضية المرفأ، إصدار عملة جديدة ستقلب الموازين بين الليرة اللبنانية والدولار، وسيعجز حاكم لبنان عن التصرف، حرب شوارع، جرائم في المخيمات، ظهور حشرات قاتلة ووباء في منطقة عكار وضواحيها، سقوط أبنية في منطقة الشياح، منطقة الحدث في قلب الحدث. محاولة المس بالذهب الاحتياطي، ربطة الخبز إلى 5,000، دخان ونار في قلب الضاحية الجنوبية، مغارة جعيتا ستكون محط أنظار العالم، مشاهدة أشخاص من العدو الإسرائيلي يتمشى بشوارع بيروت، دخول الأتراك إلى الشمال، سيطرة داعش على عدة مناطق لبنانية، الدروز والشارع بسبب أمر خطير يخص الطائفة الدرزية، حشود قوى عسكرية أجنبية من دول عظمى داخل الشواطئ اللبنانية، الحكم العسكري آت لا محالة، إغلاق مطار رفيق الحريري بسبب أمر سيء وسقوط طائرة، وجميع الأنظار ستتجه إلى هذا الحدث الصادم، لبنان بين الانفجارات والاغتيالات، مشاكل كثيرة بسبب ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، وتسكير سوريا أبوابها بوجه السيد حسن نصر الله، حرب شوارع بين الثوار والحلف الشيعي، محاولة اغتيال قائد الجيش جوزيف عون، برج حمود بين النار والرماد، صور لحسن نصر الله ستحتل الإعلام والشوارع. عودة الثورة بقوة أكبر وحالات دموية ستغزو الشارع، حرق بيوت وممتلكات السياسيين، أحد السياسيين سيكون حديث الناس والإعلام بسبب هجوم الثوار عليه والانتقام منهم، فضيحة لجبران باسيل بسبب مقايضة بينه وبين بشار الأسد ولكن ستبوء بالفشل، كمائن لوزراء ونواب ورجال أعمال، مشاكل بسبب ترسيم الحدود ولكن سترسم، الدروز والشارع بسبب أمر أسود وخطير، إخلاء سبيل جورج إبراهيم عبد الله من السجون الفرنسية،
دي كانت أهم وأخطر التوقعات الأخيرة لوداية جابر الفلكية اللبنانية، واللي اتكلمت عن توقعاتها للبنان للنص الثاني من عام 2021. طبعا توقعات وداد جابر لسه ما انتهتش، ليها توقعات كتيرة للدول العربية وللدول الأجنبية وللعالم لعام 2021. انتظروني ان شاء الله في الحلقات الجاية اللي هقدم لكم فيها اهم توقعاتها للدول العربية. كمان انتظروا البث المباشر اللي هتخرج فيه الفلكية اللبنانية وداد جابر، وهتتكلم عن اهم توقعاتها، وهتستنى منكم الأسئلة عن التوقعات اللي تحبوا تعرفوها عن الدول أو التوقعات الشخصية. شكرا لكم حسن المتابعة، واستنونا بكرة إن شاء الله في فيديو توقعات جديد، ودمتم بكل خير وحب وسعادة.